لمزيد من المعلومات حول هذا المؤتمر، المؤتمر العلمي السابع، بستنى اكيد الرحب بالدكتور اسامه جبان اختصاصي اسنان ونائب عميد كليه طب الاسنان، ودكتور عامر عويضه اختصاصي اسنان وايضا ماجستير في التقويم. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. بالبدايه دكتور خلينا نحكي، نحن بقيت مستمرة، نحن هلأ بفترة إعادة الأعمار لسوريا، خلينا نحكي عن أهمية إقامة المؤتمرات بهالوقت. طبعا حقيقة كانت كلية طب الأسنان بجامعة دمشق سباقة في عرض المؤتمرات، عقدنا العام الماضي المؤتمر العلمي السادس لكلية طب الأسنان، وكان أول مؤتمر علمي بعد الأزمة، وحقيقة كان مؤتمر علمي متميز. استطعنا هذا العام أن نحقق قفزة نوعية بعقد المؤتمر العلمي السابع بشكل متميز أكثر، على رحاب مدرج مشفى الأسد الجامعي، محاضرين من عدد كبير من البلدان، من بريطانيا، من الإمارات، من العراق، ومن مصر، ومن لبنان، أكثر من 20 محاضر يتناول مواضيع محددة ومتنوعة وحديثة. طبعا عنوان مؤتمرنا هو الجديد والحديث في علوم طب الأسنان، كان حقيقة نحن هلأ في اليوم الثاني، مؤتمر متميز ومحاضرات غنية، إضافة إلى معرض كامل متكامل تماما في أحدث الأجهزة. حرصنا، وكما نعرف أن كلية طب الأسنان في جامعة دمشق هي الكلية الأم لجميع كليات طب الأسنان، سواء كانت في الجامعات الحكومية أو في الجامعات الخاصة، فكانت هذه الكلية متميزة، ونحن اقتربنا من الذكرى المئوية لتأسيسها. الذكرى المئوية لتأسيس أول كلية طب الأسنان في المنطقة العربية كانت في دمشق، وكانت عام 1921، فنحن اقتربنا من الذكرى المئوية، وانطلاقا من هذا كان هذا المؤتمر اللي هو حقيقة متميز ومحاضرات متنوعة وغنية جدا. يعني دكتور عامر حضرتك موجود وكنت مشارك في مجالك اختصاصي تقويم الأسنان، خبرنا كيف كانت مشاركتك بالبداية، وقد ايه مهم اليوم الشباب يلي مثل حضرتك وبعمرهم بالإضافة للأساتذة يكونوا موجودين بهي المؤتمرات، يعطوا خبرة وأيضا يستفيدوا بنفس الوقت. بشكل عام بالطب، بشكل عام طب الأسنان هاي دائما في شيء جديد بيطلع، أي طبيب لازم يكون سواء كان شاب أو كان كبير بالعمر فلازم يكون هو متابع لهي الأمور. اللي ميز هذا المؤتمر انه في كثير يعني في كثير افكار جديده انطرحت بالمؤتمر، مواضيع بتخص الزرع السني، بتخص التقويم، بتخص الطب الشرعي حتى. هي المواضيع الجديده مهمه لاي حدا بالمجال الطبي، يعني الاختصاصات. بمختلف الاختصاصات. هلا اللي ميز كمان المؤتمر هذا انه بالفعل كان في روح شباب كثير عليه. هلا احنا بالعاده لازم نشكر المؤسسات، ما بصير نشكر اشخاص، بس لازم نشكر في جندي مجهول كان عم يشتغل بالمؤتمر، هو دكتور اسمه دكتور انس عبده، هو كان المنسق العام للمؤتمر بالمحاضرين بالهي بكل شيء يعني بالمؤتمر تقريبا، وبمساعدة إدارة كليتنا وأساتذتنا السيد العميد دكتور أسامة. أكيد دكتور أسامة، شعار المؤتمر أحدث ما توصلت إليه علوم طب الأسنان، خلينا نحكي عن أهم الأبحاث والمحاضرات اللي تم طرحها بالمؤتمر. أكيد طبعا كان في عدد كبير من المحاضرات ابتدأت بموضوع الديجيتال دينتستري اللي بتتحدث عن تحويل طب الأسنان إلى عالم رقمي، وهذا الأمر قد ابتدأ ودخل إلى سوريا حقيقة مع موضوع السكانر انترا أورال، التصوير ضمن الفم ونقل الطبعة ضمن الفم مباشرة، واستعمال أجهزة الكات كاملة هي أصبحت موجودة في سوريا. فنحن حقيقة كما قال الدكتور عامر نرافق ونتابع التطور العلمي لحظة بلحظة. هناك الكثير، نحن كأطباء أسنان سواء كنا أساتذة أم طلاب، نحن دائما في وضع تعلم دائم، في وضع استمرارية هذا التعلم. حقيقة نحن نفخر بمجموعة من الشباب، شباب مثل ما حكى الدكتور عامر، هذا الشباب اللي هنين كانوا باللجنة المنظمة، ومنهم الدكتور أنس عبدو اللي ذكر اسمه، ونحن إدارة الكلية كنا نحن في حالة تعاون دائم لإنجاز هذا العمل. وحقيقة جيل الشباب الجيل الطامحات يعني نحن بنتمنى أنه نأخذ بيده ونساعده، حقيقة هن مستقبلنا ليكونوا حقيقة حاملين الراية من بعد منا. فمثل ما حكينا المؤتمر كان غني،
حكى عن الديجيتال دينتستري وانتقلنا لموضوع الزرع. وبعد الزرع عنا اليوم سلسلة من المحاضرات بتتحدث عن معالجة المداواة اللبية، علاج الجذور، عنا محاضرتين على علاج الجذور وبأحسن تقنيات. والفكرة الجديدة في الموضوع هو الالترا كونسرفاتيف دينتستري اللي بتتحدث عن التخفيف قدر الإمكان من استهلاك النسج السنية سواء أثناء إجراءات التحضير أو أثناء إجراءات المعالجات اللبية علاج الجذور للأسنان. نعم. يعني دكتور كمان رافق المؤتمر عرض للتجهيزات الطبية وأحدث ما توصل إليه طب الأسنان، خبرنا شو هي أحدث هي التقنيات وكيف فعلا هي موجودة عنا بسوريا بظل هذا الوضع يلي نحن عايشين فيه. حقيقة رغم الوضع الصعب اللي مرت فيه قطرنا الحبيب، فأي شيء من الأشياء الحديثة والجديدة عم نقدر الشركات تقدر تجيبه لسوريا ونقدر نحن نستفاد منه سواء في مجال البحث العلمي أو في مجال العمل المهني. فجميع الأجهزة سواء كانت أجهزة التحضير، سواء كانت أجهزة التصوير الرقمي العالية، أجهزة أخذ الطبعة الانتراورال سكانر، سواء كانت أجهزة الكات كام لخراطة الزيركون والمعادن وإلى آخره، جميعها أصبحت موجودة عندنا. معرض غني موجود فيه جميع المواد الحديثة اللي ممكن أنه تخطر على بال وجميع الأجهزة الحديثة. طبعا هذا كان أملنا وعملنا على بجهد كتير كبير مع اللجنة المنظمة ومع الشباب الطموحين لقدرنا نوصل لمعرض عالي بمستوى عالي جدا ولمؤتمر بمستوى متقدم ومتطور جدا. أكيد إذا بدنا نحكي عن مشاركتك بالمؤتمر خلينا كمان نحكي شو رأيك أهمية الحوار مع اختصاصيين ورائدين بهالمجال، شو عم يضيف لك المؤتمر مثل ما حكينا هلا قبل شوي دائما إنه في شغلات جديدة، هلا كل بلد بيميزه شيء معين يعني. تمام. والعلم دائما متطور، هلا اللي على فرض المحاضرين اللي اجوا اللي حكوا بمواضيع معينة فبجامعاتهم مثلا هن في بروتوكولات معينة بيستخدموها بالعلاج او هي، هل هي البروتوكولات تختلف من جامعة لجامعة؟ هن عمليا نقلوا لنا خبرة جديدة لهون على البلد يعني. بيصير تبادل ثقافات. خلينا نحكي عن كمان في مشاركين من لبنان ومصر والامارات، مين المشاركين اللي كانوا متواجدين معكم؟ هلا المشاركين اللي مبارح عطوا محاضرات كان اغلبهم من لبنان. طبعاً. من الجامعة اليسوعية، اختصاصاتهم كانت تقريبا بالزرع وبالتعويضات الثابتة وبالتعويضات المتحركة، عطوا مواضيع كتير مهمة وشيقة يعني وبتفيد كتير أطباء الأسنان سواء بالبحث العلمي أو بالممارسة اليومية. شو برأيك أهمية هاي الإفادة، شو هي لوين حتوصل؟ الإفادة هي دائما هي عمليا بتحسن من نوعية المعالجات المقدمة للمرضى، بتحسن من نوعية التعليم الموجود عند الأطباء، بتعمل حافز عند الآخرين لأنه يرتقوا بمستواهم ليصيروا بالمستوى اللي عم يشوفوه بالمحاضرات وبالمؤتمرات. تمام. نعم. يعني دكتور اليوم كتير عم نشوف من المؤتمرات الطبية بمختلف المجالات والاختصاصات عم بتقوم بالبلد، اليوم إذا بنحكي عن طب الأسنان وهذا المؤتمر خصوصا خبرنا شو هي أهم التوصيات والمخرجات اللي خرج فيها المؤتمر. لا حقيقة نحن لا نكتفي بس بكلية طب الأسنان بعرض مدرسة أو رؤية واحدة، طبعا هناك أساتذة مختصين من جميع معظم دول العالم وهناك إمكانية لعرض جميع المدارس التي تتعلق بطب الأسنان ضمن هذا المجال. طبعا تكامل هذه المدارس والأفكار يعطينا رؤية أوضح وإمكانية علاج شامل، من أجل ذلك طبيب الأسنان السوري متميز ونجده مطلوب في معظم دول العالم ونجده متميز سواء إذا سافر إلى أوروبا أو إذا كان في بعض الدول الأخرى، عم يكون متميز وعم يقدم خبرة متميزة جدا وعم يرفع اسم بلده. نقطة كتير مهمة، نحن لما نتحدث عن مؤتمر كلية طب الأسنان نحن لا نكتفي بالمؤتمر فقط، هناك مجموعة كبيرة من الدورات، في دورات عم تجري الآن ضمن أوقات المؤتمر، دورات في الزراعة ودورات في المعالجة اللبية والتجميل ودورات في قراءة الصور السي بي سي تي، وهناك دورات على طول العام تجري في كلية طب الأسنان من أجل رفع سواء للأطباء وللطلاب الدراسات العليا، من أجل رفع سوية الطلاب، حتى الأطباء اللي تخرجوا بإمكانهم يرجعوا للجامعة ويعملوا دورات ضمن كلية طب الأسنان لرفع السوية العلمية ومتابعة كل ما هو جديد. نحن حاليا عنا دورة قريبا بعد أسبوعين ضمن الكلية موضوع تجميل الأسنان، كان عنا من شهر دورة في مداواة اللبية، قبل منها بشهرين كان عنا دورة في الزرع، وقبل منها كان في دورة في التجميل. فبشكل عام برنامجنا غني على طول العام
سواء كان جامعيا أو نقابيا، مهنيا أو نقابيا. حتى النقابة عم تقدم لنا دورات والروابط الحديثة التي تم إنشائها، ومنها رابط المداواة. عندنا أيام علمية عم نقوم فيها، وعندنا كمان دورات متكاملة عم نقوم فيها، ونحن نتابع كافة ما توصل إليه العلم لحظة بلحظة لتطوير العمل ولرفع سوية أطباء الأسنان في بلدنا. خلينا نحكي عن رسالة الجامعة دائما، أنه هي دائما دعم البحث العلمي أكيد ومتابعة وتشجيع الباحثين. عنا الثروة الوطنية من المبدعين، بتقدم لهم المساعدات أكيد اللازمة لهم. خلينا نحكي هلا هذا الشيء عم بيصير فيه إنجاز ولا لا؟ شو برأيك أنت؟ هلا طبعا من خلال المشاركة ومن خلال يعني التفاعل بين الجامعة والطلاب والمؤتمرات. هلا الجامعة مشكورة كثير عم تقدم خدمات، وطبعا نحن بتتميز بلدنا بالتعليم المجاني. اللي طب الأسنان بشكل خاص كتير تكلفته عالية، الجامعة تقريبا طالب يدفع عنا يدفع رسوم بسيطة بس للتسجيل، فهي عم تلعب دورها كتير بشكل منيح إنه كدعم للطلاب وتعليم وتأسيس وتأهيل أطباء أسنان بشكل عام. الفكرة بالحرب شوي أثرت على الكلية، بس يعني الكلية ظلت شغالة وما وقفت، بجوز أثرت شوي بس إنه هي ظلت عم تنتج الطلاب. طيب خلينا نحكي عن المعوقات والصعوبات خلال فترة الأزمة، شو هي اللي واجهتكم؟ هلا الصعوبات أكثر شيء بشكل عام طب الأسنان هو اختصاص مكلف جدا. كان في صعوبة بتأمين بعض المواد للطلاب اللي بالمرحلة الجامعية الأولى. كانت الكلية تأمن جزء الكبير، بس بإجباري الأزمة بسبب العقوبات، بسبب هي في شيء توقف المواد توقفت أو هي ما عاد يعني فينا نأمنها، فهي الشغلة تأثرت فيها الأزمة. شغلة تانية اللي هي الأهم هي أعضاء الهيئة التدريسية قلص عددهم بشكل كتير كبير بسبب الأزمة، أغلب أعضاء الهيئة التدريسية سافروا لبرا، فصفت الجامعة على عدد قليل من أعضاء الهيئة التدريسية. بالنسبة لعدد الطلاب لازم يكون عدد أعضاء الهيئة التدريسية أكثر من هيك. نعم. فعمليا هي الأزمة استنزفت أعضاء الهيئة التدريسية اللي كانوا موجودين. يعني دكتور شو رأيك بكلام حقيقة حكي الدكتور عامر؟ كان عم يحكي بشكل عام عن جامعة دمشق. نعم. ولكن المميز بكلية طب الأسنان أنه ظل معظم أعضاء الهيئة التدريسية موجودين. نعم. عدد بس قليل، بس نقول إشارة صغيرة دكتور، عدد قليل سافر لحد الآن. لحد الآن بمختلف أنحاء الدول العربية لما بدون يعملوا يمكن عمليات كبيرة بمجال الأسنان أو حتى تجميل، يعني بيجوا على سوريا حتى بفترة بيجوا الحرب. على سوريا وحتى بفترة الحرب نحن مهنيا بنعرف بعياداتنا دائما بيتابعونا من الدول المجاورة، بيجوا بيتابعوا علاج أسنانه. حتى أعضاء الهيئة التدريسية في كلية طب الأسنان من الملاحظ أنه ازداد خلال هذه الفترة، وهي نقطة كتير منيحة ونقطة كتير مهمة. جامعة دمشق لا تبخل على كلية طب الأسنان بشيء، جميع المواد اللي عم نطلبها بشكل عام تأتي، قد يكون أحيانا نقص ولكن لمدة كتير بسيطة، ولكن لا تبخل جامعة دمشق بالمواد المطلوبة لكلية طب أسنان. نتزود بكافة المواد المطلوبة والأجهزة الحديثة اللي نحن نطلبها تتوفر وبأسرع وقت ممكن. هنا حقيقة نقطة مضيئة رغم كل الصعوبات ورغم الظروف اللي مرينا فيها، ما بينقصنا شيء نحن بكلية طب الأسنان، وهذا شيء يعني نفتخر فيه حقيقة بالكلية. أكيد أكيد. رافق المؤتمر معرض طبي لتجهيزات طب الأسنان، خلينا نحكي عنه، شو لقيت في المميز هاي السنة والمختلف عن المؤتمرات السابقة؟ هلأ المميز أنه المعرض كان كتير كبير. تمام. تقريبا كل الشركات تشتغل بطب الأسنان بسوريا كانت موجودة. هذا الشيء بيخلق جو تنافسي سواء كأسعار المواد، فالشركات بتنافس مع بعضها، فهذا الشيء بيعود بالإيجاب على الأطباء الموجودين. أكيد. وشغلة تانية كان معروض يعني كل الأنواع وكل الماركات كل الأجهزة اللي ممكن الواحد يستخدمها. هلا في كتير شغلات كان جديدة جاية، شركات زرع جديدة جاية، فهذا الشيء بيفتح مجال جديد للعمل كمان. نعم. يعني دكتور كان في إشارة بسيطة من الدكتور عامر إنه كتير من أسماء الأطباء الكبار سافروا برا البلد، لكن كمان في دكاترة جدا مهمين وإلهم مكانهم وخبرتهم بالحياة بعدهم موجودين هون. قد يلعب كتير عليكم إن كان بالأخذ بإيد هؤلاء الطلاب يلي إن كانوا خريجين جدد أو حتى تحت التدريب، قد فعلا التعامل معهم هو موضوع أساسي؟ هلأ يعني حقيقة كلية طب الأسنان تتميز بأمر كتير مهم. عدد أعضاء الهيئة التدريسية اللي سافروا هن عدد قليل جدا وبينعدوا على عدد الأصابع. نعم. وطبعا هناك الجيل الجديد اللي طلع،
حقيقة عدد كبير من الأساتذة موجودين وهم على رأس عملهم، ونحن واجبنا أن نأخذ بيد الجيل اللي بعدنا لينطلق ويتعلم. هناك خامات كتير واعدة، نحن أمام جيل قادر على حمل الراية من بعد منا، وقادر على رفع سوية المهنة، وقادر على رفع سوية التدريس، ونحن نفتخر بهم، هم طلابنا ونحن نفتخر بهم، وواجبنا نحن أن نرفع من سويتهم العلمية ونعلمهم أكثر ونساعدهم لينطلقوا أكثر. هذا كله بالنهاية بصب بمصلحة بلدنا الغالي، نحن كلياتنا لازم نكون بخدمته. خلينا نحكي عن هدف المؤتمر، وشو هو دور وسائل الإعلام هلأ بتسليط الضوء على هالمؤتمرات، وإذا بتحب توجه رسالة كدكتور لأطباء الأسنان اللي خارج سوريا، شو بتحب توجه لهم؟ هلأ أول شيء بالنسبة لهدف المؤتمر، الهدف هو واضح من عنوان المؤتمر، الجديد في طب الأسنان، فهدفه هو توصيل أي شيء جديد توصل له طب الأسنان بكل الاختصاصات مثل ما حكينا. بالنسبة للرسالة اللي دور الإعلام بالمؤتمر، في كتير شفت وسائل إعلام إجت حاولت هاي، بس وكان التغطية تبعه كتير منيحة يعني، والإعلان للمؤتمر كان كمان كتير جيد بدليل نسبة المشاركين العالية من كل المحافظات اللي إجت عليه. تمام. يعني الرسالة اللي حتوصلها دكتور لأطباء الأسنان شو هي؟ الرسالة إنه دائما الطبيب لازم يتابع كل جديد، لازم، لأنه هذا الشيء بيساعده على تطوير مستوى، تطوير مستوى بالنهاية راح يؤدي لجودة المعالجات اللي عم يقدمها للمرضى، وبالتالي تحسين نوعية الحياة تبع المرضى وتحسين الواقع الصحي بشكل عام. يعني دكتور اليوم نحن بحالة حرب، ما في أي شخص ينكر، 9 سنوات هي فترة ما أنا قليلة أبدا. اليوم دائما بيقولوا انه البلد لما بيكون بحالة حرب بيلجأ للأشياء الأساسية إن كان بالطب أو حتى المعيشة. بالطب اليوم إذا بدنا نحكي عن الناحية التجميلية لطب الأسنان، هل هذا الشيء كان محصور فقط بالحاجات الأساسية بالطب أو لا؟ كمان التجميل أخذ حقه وفعلا تطور بمستوى تطور طب الأسنان؟ طبعا طب الأسنان مثل ما حكينا كل يوم نحن عنا شيء جديد، ونحن نتابع هذا الشيء الجديد، وبالتجميل وبعلاج الجذور وبالتقويم وبالزراعة جميعهم تطور، فطب الأسنان كتلة متكاملة، لا يمكن أن نهمل شيء على حساب شيء. تمام. طبعا الإقبال على التجميل هو الإقبال الأكثر، يعني كواقع مهني الإقبال على التجميل هو إقبال أكثر، وتطور هذا الأمر تابع لشدة الإقبال، سياسة العرض والطلب. ولكن من الناحية العلمية والتقنية جميع اختصاصات طب الأسنان تطورت، لا ننسى التطور الكبير لاختصاص مداواة الأسنان وعلاج الجذور واستعمال المعالجة اللبية المجهرية التي أصبحت متوفرة في دمشق مثلا، أكثر من 20 أو 25 عيادة فيها مجهر ميكروسكوب لعلاج جذور الأسنان، ما موجود هذا الرقم في كثير من عواصم العالم. نعم. فنحن هذا الأمر نفتخر به، أطبائنا متميزون وجميعهم قادرون على إجراء المعالجات على سوية عالية. أكيد. هذا فخر لنا ونفخر بذلك ونرفع اسم وطننا عالية. أكيد سوريا دائما ولادة بالعقول بالثقافة بالفن بالطب بالعلم بكل شيء. بدنا نشكر وجودكم لليوم، بدنا نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم، نشكر وجودكم معنا ونتمنى لكم أكيد التوفيق. شكرا.